I believe I can fly. وصراحة يمكن تعتبروني مجنونة، بس أنا كنت عن جد بعتقد إنه أنا فيني طير. وكنت عم طير السنوات العشر الماضية من عم طير بالجو. حتى إنه صديقتي ميسون نويهد قالت لي مرة باللبناني حاج طايرة، اثبتي عادي بدبي، اركزي، اعملي عائلة وولاد، هالمهنة ما رح تدم لك. طبعا ما سمعت لنصيحتها. عنوان الجلسة التحدي، ويمكن هيدا عنوان سنوات ال 39. سنة 1980 بقرية من قرى زحلة، وبعد 5 سنين من اندلاع الحرب بلبنان، تسللت مجموعة مسلحة لبيت جدي. سألوا وين توفيق مكتبي؟ كان بالسيارة. بهدوء سحبوا السلاح وبطلقات قليلة بس فجروا راس والدي. الكلمة تقيلة، يمكن بعمري كله قايلة كلمة بابا أقل من 10 مرات. أمي كان عمرها 21 سنة، وبلحظة سال دم والدي على أيديها وصارت أرملة مع 3 أولاد. جورج خي الكبير عمره 3 سنين، أنا عمري 2 سنين، وربيع خي صغير عمره 1 شهر. ولا بيت ولا فلوس ولا وظيفة. 26 نيسان 1980 انكتب العنوان العريض لحياتي، وأكيد حياة أهلي، تحدي. ما رح أوصف لكم سنوات الطفولة والمراهقة، بس اطلعوا لسوريا أو العراق أو فلسطين أو اليمن أو ليبيا، تعرفوا كيف كانت حياة معظم اللبنانيين أيام الحرب بلبنان وحياتي. وهي قصة الإنسان العربي وين ما كان. رافقتني جملة ما كنت كتير أفهم معناتها: كل الأشياء تعمل معا للذين يحبون الله. بعدين فهمت شو هي الجملة. الله أوجد أشخاص طيبين بحياتي. كان عمري 18 سنة لما توظفت بتلفزيون المستقبل، وظيفة جعلتني أخذ دور الوالد بعائلتي واهتم بأهلي ماديا. بنفس الوقت حزت على منحة جامعية أتاحت لفتاة ما بتملك ولا شيء إنها تدخل لأهم الجامعات بلبنان، الجامعة اللبنانية الأمريكية، وهي من أغلى الجامعات، بكالوريوس بالإعلام وماجستير بالسياسة. وهون كمان الله تدخل وحط بطريق شخص ما بعرفه ولا بيعرفني، حتى أني أنا بنتمي لطائفة من الأقليات بلبنان، صوتي ما بيفيدوا بالمجلس النواب ولا بالانتخابات، ولا عائلتي من العيال الكبيرة اللي بتهمه. وهو رفيق الحريري، هو اللي عطاني المنحة الدراسية وعطاني سلاح اللي هو العلم اللي بملكه لليوم بحياتي. 10 سنين أمضيتها كان فيها الكثير من التحديات، مسؤوليات عن عمر كتير صغير، ووظيفة بدها ساعات طويلة من العمل، وشهادات بتحتاج لأيام من الدراسة. قبلت التحدي وحلمت بكتير بكتير من الأمور، منها أنه انتقل لقسم الأخبار بقناة المستقبل، وفعلت بعد 3 سنين. وبعد ما تخرجت من الجامعة وعلمتني مجدة أبو فاضل، كانت معلمتي بالـ LAU، توظفت بتلفزيون المستقبل بقسم الأخبار. وهون كمان الله حط بطريقي سيدة منا صديقتي ما بعرفها كتير، مديرة بتلفزيون المستقبل اسمها ليلى وهبي، هي ساعدتني أنقل للأخبار. حلمت بدخول قناة العربية وفعلت. كمان هون كان في إيد اللي هي سمر عكروك، مديرة الآن بالإم بي سي، وهي اللي مدت لي الإيد، مراسلة بلبنان ومذيعة بقناة العربية في دبي. وحلمت بدخول CNN وفعلت، وزاملت مجموعة من أهم الصحفيين بالعالم وتعلمت كتير منهم. حلمت بأمور كتير تحقق منها كتير إشياء، وإشياء كتير ما لقيت طريق لحياتي. وكنت عم طير، بعدني عم طير، من تونس للعراق لمصر
للبنان وأحداث ما يسمى بالربيع العربي ومقابلات صحفية والدنيا مش ساعتني وبلا نوم وأيام بالخطوط الأمامية وبالمعارك وبالحرب وعمل متواصل ونسيت أحلم بشي كتير مهم اللي هو الصحة. أصلاً يعني في كتير لبنانية موجودين يمكن الختيارية بلبنان بتضيع بيقولوا أهم شيء الصحة ونحن ما نكون بالعشرينات والثلاثينات منقول شو هالتعبير الختياري أهم شيء الصحة. في أشياء كتير بالحياة أهم وأنا عمري بالثلاثينات وبالتالي الصحة مش هاجس. 2015 شهر مايو مثل اليوم نتيجة MRI أشعة لراسي حطمت كل أحلامي، ورم دماغي على الأرجح حميد ولكن بحاجة لعملية جراحية خطرة كتير ودقيقة كتير وبعدها منقرر ويمكن والأطباء بحطوا قدامكم كتير يمكن تخسري صوتك والأحبال الصوتية تنقطع وما تقدري تبلعي الطعام وحركة بإيد اليمين، أسوأ الأحوال خطر الغيبوبة أو الموت. فجأة مهنة البحث عن الحقيقة صارت كابوس، صارت الحقيقة كابوس. شو بدنا بهالحكي؟ الحقيقة صعبة، بدنا نعرفها بس صعبة، توجع. أنا وصغيرة كنا نخاف نمرض لأنه كلفة العلاج خارج قدرتنا، هيدا إذا قدرنا نوصل على المستشفى بسبب خطوط التماس والمعارك والحروب. مين كان بيقول إنه أنا بقدر سافر على أمريكا وشوف أهم الأطباء؟ وأكيد ما في لزوم إلكن، أنتم بتعرفوا إنه ثائب أهم الأطباء بأمريكا واحد من أصل لبناني الجراح والأونكولوجيست من أصل مصري. شي غريب إنه العرب بيبدعوا كتير ببلاد برا أكتر مما بيبدعوا ببلادهم. عملت واحدة من أخطر العمليات وهون كمان كان في مين يساعدني، قناة MBC والعربية خلت حلم صغير مثل إنه اتطبب بمكان منيح يصير حقيقة. وخسرت صوتي لأشهر طويلة، صوتي الطبيعي ورجع. وخسرت القدرة على الكلام بسبب السعلة، كنت ما بقدر كفي جملة بدون ما أسعل ورجعت. والقدرة على التركيز والتذكر، وهلأ بقرأ ساعات وبتذكر كل شيء. وساعات وأيام وأوجاع وعلاجات وما وقفت بعدني. بس هلأ كمان بعمل رياضة ساعة تقريبا كل يوم بركض وخف الوجع كتير. ومن 3 أشهر رجعت على الشاشة أقرأ الأخبار وأقدم الأخبار والمقابلات. مين كان بيقول؟ أكيد سألت ربي ليش أنا. كنت فكر إنه اليتم والحرب والفقر كانوا تحدياتي الوحيدة بالحياة وما كنت أعرف كيف بدي أخبر والدتي إني أنا عم بمر بهالتجربة واللي هي صعبة أكتر عليها من علي. كيف بدي أقلها؟ مش بس هيك، يوم اللي بدي سافر لأجري العملية بأمريكا اكتشفنا أنه والدتي كمان أصيبت بسرطان الكلى. صحيح الأعمار بإيد الله، لكن نحن منقرر أنه نخوض المعارك أو ننسحب. وأنا ما انسحبت، قبلت التحدي. إيمان بالله والصلاة والعائلة والمحبة والأصدقاء الأوفياء هن اللي وقفوا حدي وحد والدتي. اليوم هي بصحة جيدة وأنا رجعت أطير لكن بطريقة مختلفة. عندي كتير من القناعة والامتنان للحياة والناس من حولي ما بشوف فيهم إلا الخير. اخترت أني ما أشوف إلا الخير. وبعد عندي أحلام، ما رح أقول أنه تخلص الحرب بالمنطقة العربية ويعم السلام، يمكن شوي كليشيه، بس حلمي أنه نبقى نحن كوسائل أعلام قريبة من قصص الناس، أنه ما نتخلى عن قصص سوريا وفلسطين واليمن والعراق قد ما كانت مكررة وقد ما نكون تعبنا منها. بتمنى أنه ما نتخلى عن إعطاء المواطن العربي الأمل بأنه غدا أفضل. بحلم أنه أرجع لقصص الناس حتى بالأماكن الخطرة ورغم عن إرادة عائلتي وأهلي وزوجي، لأني مؤمنة أنه مهنة الصحافة هو أنه ينقل الواقع كما هو
وبأنه هيدي هي الطريقة الوحيدة لتغيير العالم العربي. الإعلام اليوم ما بيشبه الإعلام اللي درسته بالجامعة، ما بيشبه شي من اللي علمتيني إياه يا مكتا. اليوم الإعلام فضاء مهول فيه كل أنواع البشر وكل أنواع الناس، ومع عديت الطباعة استبدلت بالآيباد والتليفون، وبالتالي قدرتنا للوصول للناس صارت أسرع. بحلم إنه نقدر نغير. أمامنا فرصة لجعل العالم العربي عنوانه الإنسان، من دون ما نعرف إذا هو سني أو شيعي أو مسيحي أو كردي أو عربي أو قبلي أو عجمي. كتير منكم واجه تحديات أصعب وأكبر من تحدياتي، وكتير منكم عم بيخوض معارك صعبة وبصمت والناس ما بتعرف عنا. كتير ناس اجتاح المرض والموت حياتهم، واليأس هدمهم ويمكن ما قدروا انتصروا. وأنا عم بحكي هلأ في ناس بسوريا وبالعراق وبليبيا وباليمن عم يتيتموا، في أطفال عم يتيتموا. أكيد فينا نكون الناس الطيبة بدربهم. على مدى 20 سنة تعودت أحكي للناس قصصهم، أحكي قصص الناس، أسأل الناس وأسمع منهم أجوبة. كنت كتير خايفة أجي اليوم وأحكي قصتي وأعطي أنا أجوبة إذا عندي البعض منها، لكن قبلت التحدي اللي منتدى الإعلام العربي أعطاني إياه. شكراً للفرصة وشكراً لسمعكم. حدا بحب يسأل أي أسئلة قالوا لي لحتى لي أفتح المجال للكويستشنز، فإذا أي حدا بحب يسأل أسئلة بليز فيل فري. أنا ما حبيت أحكي كل العشرين دقيقة لأنه بعرف أنه في كتير جلسات مفيدة وفي أشياء بتنقال وفي أشياء ما بتنقال. تفضلي. مرحبا ريما، أول شيء الحمد لله على السلامة. كنت بأسألك في أي فكرة أنك تكتبي autobiography؟ Because I really think your story is inspiring. أنا بالذات لجيلنا بعدني كتير بعد ما خلص الكتاب، يعني قصة حياتي مستمرة بعدها صغيرة، وبقتنعة أنه بعدها مهمتنا الأساسية كصحفيين ننقل حياة الناس مش حياتنا. فيمكن اليوم هي مساحة صغيرة ما بكررها كتير، ولكن بكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي على أمل يمكن بالمستقبل أنه نكتب شيء. اهلا والحمد لله على السلامة. اول شيء يعني كان عندك فرصة تشتغلي بقناتين من ابرز القنوات الاخبارية في العالم عربيا وعالميا، بين CNN ومجمع الام بي سي. مقارنة ربما صغيرة ما بين التجربة العالمية والتجربة في الدول العربية. تجربة CNN كانت تجربة ممتازة جدا، سنتين ونص. أكيد يعني بنصح أي إنسان عنده الفرصة أنه يخوضها، ولكن ريتش الوصول للعالم العربي أقوى على قناة عربية. يعني أنا بعدين فكرت أنه يمكن أنا هدفي الشرق الأوسط والعالم العربي، الحديث باللغة العربية بيوصل للناس أكثر. CNN قناة محترفة جدا، ولكن قناة العربية قناة قوية جدا بالعالم العربي، وبالتالي بكل مجال في يعني وقع معين للإعلام. تفضل. مساء الخير أو صباح الخير إن شئنا. تنقلين وتتحدثين عن ما يجري في العالم، لكن ما الذي اختلف اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما دام قلت أنك ما درسته ليس بالفعل ما نفعله اليوم كإعلاميين، ما دور وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في الحدث، في الخبر اليوم؟ أن لدينا ربما كإعلاميين وكصحفيين منافسون من صحافة المواطنة. بعتقد أنه أخطر شيء اليوم عم نعيشه هو مطلق شخص صار فيه يكون صحفي.
أي شخص ما عنده خبرة، ما عنده علم، ما عنده دراية بكيف ينقي الخبر وينقله، ممكن يحمل الآيباد وينقل شيء بيعتقد هو مهم فيما هو مضلل. وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من أي إنسان صحفي، وهون صار دور الصحفيين والإعلاميين تغير من نقل الخبر لتنقية الخبر والحرص أنه المعلومة دقيقة ويعني التدقيق بالمعلومة أكثر. هيدي واحدة من التحديات اللي بعتقد أنها موجودة. كمان بعتقد الأسلوب الثاني، الأمر الثاني اللي اختلف، أنه صار عندنا مواجهة مباشرة مع الجمهور بوقت كان في شاشة بتفصلنا عنه. هلأ بلحظة بتضطر أنك ترد على السوشيال ميديا على مشاهد أو تعطي رأيك، أو أحياناً أنك تغلط لأنه العفوية بوسائل التواصل الاجتماعي ممكن أنه يكون شيء خطر. صباح الخير، الحمد لله على سلامتك وشكراً على مشاركتك تجربتنا. أنا بودي أن أعرف وجهة نظرك إزاء موضوع ولينا نشاهدوها بكثرة في وسائل الإعلام العربية، هو أنه الإعلاميين صاروا يغيروا كثير القنوات. يعني إعلامي في مسار حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات لقاية أشتغل في 5 أو 6 قنوات، هل صحياً أنه الإعلامي في كل مرة يغير القناة، أم أنه الإعلامي المحترف والجاد أنه يفضل في قناة أو وسيلة إعلامية محددة مهما كانت الظروف لأنه فيها يصنع اسمه؟ انا مع الصبر، ويمكن اذا في شيء تعلمته بهالمرحله هو الصبر، ولكن بنفس الوقت في اعلاميين بيسمعوا اسماء لهم خارج المحطات. مثلا نيشان صحفي لبناني، ما بقى بننتبه نيشان وين بيظهر لانه صار هو الاسم، ما عاد مهم على اي محطه، يعني اسمه اقوى من اسم المحطه. بهالحاله بس هذا الشيء ممكن يكون صحي لانه الاسم صار قوي، ولكن إذا كان صحفي عم بأسس الكارير تبعه بعتقد أنه يلتزم بمحطة واحدة بيساعده على صنع اسمه. شكراً كثير. ريما، في أسئلة؟ ممكن سؤال؟ وين؟ إيه؟ مرحبا ريم، الحمد لله على سلامتك، إحنا سعداء جداً 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 بنجاتك وفرحين. شكراً يعني. سؤالي، عندي سؤالين. اولا، الشجاعات امثالك دائما يتواضعون عندما يقولون قصتهم، فيقولون ان الله يهيئ لهم ناس طيبين، وهذا صحيح يعني نعمه بالله، ولكن القصه الاساسيه ان شجاعتك واصرارك ومثابرتك هي الالهام الحقيقي لكثير من الشابات. انت تجمعين بين تجربه اجنبيه ايضا وتجربه عربيه، الا تفكرين بان تكوني مدربه للجيل القادم بحكم أنك تجمعين بين هذه التجربتين؟ أنا كثير كنت مشغولة، وبالتالي من جبهة لجبهة ومن تغطية لتغطية. إذا الإنسان بده يكون مدرب بده يلاقي وقت، وكنت حس أنه أنا بكير لقالي أنه انكفئ عن المهنة لحتى لي كرس وقتي للأكاديمية أو التدريب. حالياً أنا ما بقدر أنزل على الحروب، صحتي ما بتسمح. يمكن صرت بعطي وقت أكثر لأحاديث مثل هيدي وعم ببرم أكثر بالمنطقة، أكيد صار أكثر يمكن من ضمن أهدافي. ولكن أنا دايماً بعتقد أنه الصحفي اللي جيد بيضل مشغول. يعني تطلعي على CNN بيكون الصحفي صار عمره 60-70 وبعده على الأرض، ما بيقول كبرت، وبيمرق بخضات صحية بصح وبيرجع على الأرض، وما بيتخطى يعني ما بيتخلى عن دوره كصحفي بينقل الواقع أبدا. ونحن بنعتقد هون أنه لا، ترقيت صرت مذيعة أساسية أو برايم تايم، ما بعرف إذا فعلا ترقية، لأنه لما بتبعدي عن القصة كمان بتبعدي عن مهنتك الأساسية. أكيد التدريب من ضمن أهدافي، ولكن ماني مقتنعة بعد أنه أترك الميدان. سؤال تفضلي بعدين سامية. أنا كتير فخورة بيكي جدا، وأنا إعلامية مصرية كنت بتابع تجربتك، وكنت يعني نفسي أوصل ليكي عشان أقول لك إن أنا بدعي لك وإن قلبي معاكي. شكرا. وبحمد ربنا إنك بخير وإنك موجودة بيننا النهاردة عشان تحكي عن تجربتك. لفت نظري مفهوم مهم أنت مهتمة بيه، هو فكرة صناعة الأمل، لأن لا يمكن الحياة نعيشها من غير أمل. لكن في صعوبات بتواجهنا كإعلاميين إن المادة الخام لصناعة الأمل في الواقع العربي مش موجودة. إزاي بتعملي على إنك تجديها يعني كإعلامية؟ في شيء بنفتقده بالإعلام العربي أنا لقيته بالCNN. دايماً في support groups من داخل المؤسسات الإعلامية الكبيرة مثل CNN وغيرها، خاصة للمذيعين وللمراسلين اللي كتير بغطوا على الأرض. أنت كل يوم لما بتصحي الصبح أول خبر عندك 20-30-100 قتيل كيماوي انتحاري،
أكيد هالشي بيأثر بصحتك، خاصة إذا كنت مراسلة على الأرض عم تشوفي حروب. في عادة يعني معالج أو شخص تحكي معه، في سبورت بينعطى من المؤسسة للإعلامي. أنا ما بلاقي هذا الشيء في كثير منه بالإعلام العربي، وأكيد بدعي لإله بكل مؤسسات الإعلامية لأنه نحن بحاجة لإله. زميلتنا العزيزة الحمد لله على السلامة، أحييكي وأرفع لك القبعة صراحة. منورة منورة. بدي أسألك ريما، ماذا تقولين لطالبات كليات الإعلام والصحافة اللي بدهم يكونوا مذيعات؟ يمكن ما بيكونوا واعيين إنه ما في طريق مختصر لتصبح مثلاً مذيعة، وشو الهدف منه؟ بس الظهور ولا في رسالة معينة؟ فيمكن يتناسوا إنه في تحديات وعقبات وتضحيات كمان. رح أخذ سؤالك وبعدين سامية ونختم. بيفكروا إنه سهل، كتير بيفكروا إنه سهل، والواقع إنه أخذني 20 سنة لكون أنا قاعدة هون، ونحنا نحكي باختصار عن مراحل معينة بحياتي، ويمكن لأنه اخترت إنه شوف الخير بالناس. بس أنت عندك قصص، وكثير من اللي موجودين عندهم قصص عن ناس وضعوا عراقيل بطريقنا. أكيد بقول لهم أنه درب صعبة، الإعلام مش شعر حلو ولا وجه حلو ولا جسم حلو، إعلام دراسة وثقافة وعلم عمل دؤوب، ومش مجال بتعملوا فيه فلوس ولا بتصيروا أغنياء. أنا بزعل أنه مفهوم الإعلام منه كثير واضح لكثير من الفتيات، وبحب أقول لهم أنه دربهم أصعب من درب الرجل بالعالم العربي، وبالتالي جهدهم مضاعف، وأي إنجاز بيعملوه دايماً بفتشوا عن الرجل من خلفهم، فدربهم صعبة. هيدا اللي بقول لهم الواقع. شكراً كتير، خلص الوقت، شكراً لحضوركم.